السلام عليكم، كديرين؟ كنتمنى تكونوا بخير. اليوم وصفة جديدة، غنسافر بكم لكوريا، وبالضبط كوريا الجنوبية، وغنحضروا مع بعضياتنا توك بوكي. بالنسبة للمقادير، غادي نحتاج دقيق ديال الأرز. أنا كتبت لكم بالضبط المقادير، ويمكن لكم ضعفوا الكمية ولا ديروا اللي بغيتوا. أنا ضفت غير شوية، كمية قليلة، شوية ديال الملحة. هما ما كيديروش الملح، ولكن أنا درت الملحة، بغيت من باش ما يجينيش هذاك الطوك بوكي مسوس، لذلك طفت واحد شويه الملحه. غادي نجمعوا العجينه ديالنا بالماء سخون. المهم بحال اللي كنعجنوا العجينه، غير هو من الافضل الماء تبقاو تضيفوا به بشويه بشويه حتى كيتجمع لكم داك الدقيق ديال الارز. راه دغيا كيتجمع، ماشي بحال الدقيق العادي، دغيا كيتجمع لينا. المهم غادي نخليكم تشوفوا الطريقه ديال جمع العجين وكيفاش كنديروا ليه. من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا، غادي نحربلوها بحال الطريقه اللي مبينه في الفيديو، وغادي تقطعوها كذلك. راه كلشي واضح في الفيديو. وبالنسبه لي انا قطعت قطع صغيره، ما درتهاش كبار بزاف. نتوما كيبقى لكم الاختيار واش كبار ولا صغار. بالنسبه لسطح العمل ما خصوش يكون كيتلصق، ما خصش يكون كيتلصق، من احسن بلاصه ما كتلصقش لكم هكا، باش يكون باش يتقطع لكم مزيان وما يلصقش لكم هذاك العجينه ديال الارز في سطح العمل. الطريقه ديال الطهي ديالها، غادي نحتاجوا الماء مغلي هو الاول، بحال لا كنطيبوا لي بات. ماء مغلي، غادي نضيفوا ليه العجينه ديال الارز اللي حضرنا، اللي هي في الاصل التوك بوكي. شويه ملي غادي نحطهم كاملين، غادي نحركوهم بشويه باش هكا ما يتلصقوش لينا مع بعضياتهم وما تلصق ليناش في التحت ديال الطنجره. ضروري تحركوهم بحال الطريقه اللي درت هكا، ما كيلصقوش معاكم. كتخليوهم تقريبا 15 دقيقه، ما تفوتوهاش باش ما يجيكمش ناشف. وفي هذا الاثناء كيكون عندنا الماء بارد، ملي كيطيبوا كنحطوهم نيشان في الماء بارد، يعني ماء بارد. انا هذا الماء حطيته في الكونجيلاتور حتى برد ليا مزيان وخرجته ان فوا طابو، حطيتهم في داك الماء بارد. مهم الخضر اللي غنحتاجو، انا درت البصله والبورو ودرت الكريفات. غادي نخليكم تشوفوا الفيديو الطريقه ديال الطهي والطبخ. انا راه كاتبه لكم كل شيء في الفيديو، لانه ما كيحتاجش بزاف ديال الهضره، لذلك غنخليكم مع تتمه ديال الطريقه في الفيديو. Thank you.
من بعد ما شحرنا البصله والبوضو والكروفيت ديالنا وضفنا التوابل، دابا غادي نضيفو الماء سخون، ما نضيفوش بزاف ديال الماء باش هكا ما ياخذ ليناش وقت كبير باش يتشحر لينا داك الماء، لانه الطوكبوكي ديالنا ما خصوش يطيب اكثر من القياس باش ما يجيناش داك العجينه الارز تجينا ناشفه بزاف. من بعد ما ضفت دابا الماء مغلي غادي نضيف الطوكبوكي ديالنا وغادي نخليه واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد ما داز 10 دقائق ديالنا كنضيفو البصله خضراء هذيك الطويله كنضيفوها وغنخليوه 5 دقائق هكا غادي ينشف، غادي يكون نشف لينا هذاك الماء وكتكون الوصفه حاضره باش نقدموها. وغنخليكم مع الطريقه ديال التقديم. وهذا هو الطوكبوكي ديالنا، غادي نزينوه بالبصله الخضراء وشويه ديال السمسم. انا الاضافه اللي ضفت هو الفرماج، صراحه كيجي زوين مع الفرماج، كيعطيه واحد النكهه زوينه. بطبيعه الحال الفرماج الاحمر هو اللي كيعطي ديك النكهه. كنتمنى الوصفه تعجبكم وتجربوها علاش لا، وشكرا على حسن المتابعه، وما تبخلوش عليا بالتعليقات ولايكاتكم، وشكرا لكم بزاف.